بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي حين يقف الكفار على أعمالهم ولا يكون لهم مجال للتخلص والإنكار مما عملوه، لأنه شهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وشهدت عليهم جلودهم. حينئذ لم يبقى مجال لأن ينكروا، ولهذا قال: ولا يكتمون الله حديثا. حينئذ يودون، أي يحبون، لو تسوى بهم الأرض، أي لو تنخسف بهم الأرض ويغوصون فيها ولا يظهرون أمام العالم وأمام العدل والجزاء. فهم يريدون الهلاك ولا تحين مناص، يريدون الهلاك، كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه لم يخلق وأنه صار ترابا ولم يشهد هذا الموقف. كذلك هؤلاء يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيا له من موقف حذرنا الله منه قبل وروده. فالواجب على المسلم أن يتدارك شأنه وأن يستغل حياته في هذه الدنيا، فيستعد لهذا الموقف الهائل العظيم الذي لا مناص منه ولا مفر من ما يلقى الإنسان فيه، ولا تقبل فيه المعاذير، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، لأنهم انقطعت حجتهم ومعذرتهم، وهم الذين نسوا الله فنسيهم، هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هم الذين لهوا في هذه الدنيا حتى فاجأهم الموت على غرة، وحينئذ لم يستطيعوا أن يستبدلوا ما هم فيه من السوء إلى ما هو أحسن. والله جل وعلا قد قدمت إليكم بالوعيد، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فلم يبقى عذر لأحد، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعذب أحدا بدون أن تقوم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون شيئا مما حاولوا كتمانه، لا يتمكنون من ذلك، بل إنهم تشهد عليهم جوارحهم لو أنكروا بألسنتهم. فهذا موقف عظيم وحال مزعج. وبإمكان المسلم ما دام على قيد الحياة أن يستعد لهذا الموقف وهذا اليوم، ويصلح أعماله ويتوب من سيئاته ويتخلص من مظالمه، لئلا يأتي عليه هذا الحال فيقول: يا ليتني كنت ترابا. يكون مع الذين يودون لو تسوى بهم الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك ننتقل
إلى ما يؤخذ من هاتين الآيتين من أحكام، فيؤخذ منهما أن الرسل تشهد على أممها يوم القيامة لقيام الحجة عليهم، كما في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وفي قوله سبحانه وتعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فلا مجال للإنكار أو التملص مما يقدمه الإنسان من عمل سيء، ولا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، فلا يأتي ويقول أنا ما علمت أنا ما دريت، فإنه هو الذي فرط، لأنه بلغته دعوة الرسل، ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغت دعوته المشارق والمغارب، بلغته دعوته المشارق والمغارب على أيدي الدعاة والمجاهدين في سبيل الله الذين فتحوا المشارق والمغارب وفتحوا البلاد ونشروا العلم. وفي وقتنا الحاضر بلغت الدعوة المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام ووسائل النقل السريعة، حتى لم يبقى في الأرض، حسب ما يعلم الناس، لم يبقى في الأرض موضع لم تصل إليه هذه الوسائل الإعلامية. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لئلا يحتج أحد يوم القيامة بعدم بلوغ الحجة إليه، فإن القرآن يتلى في هذه الوسائل ويبث ليلا ونهارا، ويسمعه من بالمشرق ومن بالمغرب، وكذلك تبث أقوال أهل العلم وتبث المسائل العلمية في هذه الوسائل وتنتشر، فلا أحد يسعه أن يقول أنا لم أعلم، لم يصلني شيء، لم أدري أن هناك بعثا وأن هناك جنة ونارا وأن هناك رسولا قد بلغنا. ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة في أن رسلها قد بلغتها، وذلك في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهذا فيه فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم، أن الله يستشهدها على الأمم ويشهد لها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد لها بالعدالة والوسطية، ويشهد أنه قد بلغها ما أوحى الله إليه، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم غاية البلاغ، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.